اليابان تواصل مشوارها الناجح في كأس العالم للسيدات وتعبر إلى الدور ربع النهائي. منتخب الكمبيوتر تقدم بثنائية على نظيره الهولندي قبل أن يسجل منتخب الطواحين الهدف الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. اليابان كانت قد تأهلت إلى دور 16 كمتصدرة للمجموعة الثالثة، فيما حازت هولندا واحدة من بطاقات أفضل منتخب ثالث.